تعادل سلبي بدون اهداف في الشوط الاول بين الاهلي والمصري. كابتن شريف، تعادل سلبي بدون اهداف وخلت فيه الخطوره على المرمى. يعني احنا شفنا الكوره يمكن تقريبا في نص الملعب اكتر من الهجوم على المرمى. بص كابتن ايمن، هقول لك على حاجه. انا عجبني الشوط الاولاني حقيقي، في كوره من الفرقتين وفي نيرف وفي سرعات. انت عيبك حاجه واحده بس، ان عندك ميز باص كتير قوي في الماتش. الشوط الاولاني ميز باص كتير قوي. هل ده عن طريق ارضيه الملعب ولا التسرع ولا انك بتحتفظ بكره كتير وبعدين بتباصي في وقت لما بيتلم عليك اتنين تلاته بتتقطع منك، التاخير في التنفيذ؟ هي دي بس اللي يعني عامله وجود لفرقه المصري. فرقه المصري عندها سرعات وموجوده، وان كنت اعلم ان الكلام ده والسرعات دي مش هتكمل 90 دقيقه، لان زي ما عادل قال لك هو حماسي جدا وبيبث الروح في فرقته كويس قوي. انما انت النهارده انا عجبني استلام اللعيبه، رؤيتها للملعب. الملعب تقيل شويه برضو يا ايمن عشان المطر. عشان المطر. تلاحظ ان اللعيب بيباصي كره جامده جدا في رجل اللعيب فبيستلم، بيبقى عنده لازم تحركات مرونه اكتر، لازم اتنين تلاته يتحركوا سويتشات كده. ما زال علاقه معلول ببرونو كويس على فترات. برونو ده انا نفسي يخش لجوه، يعني هو طول ما هو على الطرف كده ما فيش حلول. علي معلول بيعمل الحلول دي، انا عايزه هو جوه جنب محمد شريف ياخد العين، خلي محمد شريف يلاقي سبورت معاه في اي حته، يطلع ياخد كوره تنزل له زي الكوره اللي طلع يعني زياده قفشة فيها. يعني هاني لعب واحده القفشه خطيره جدا، لو قفشه لقطوا الكوره دي قبلها، لولا ان محمود جاد هايل طلع خد الكره وفيها شك طبعا الاصطدام اللي حصل ده، ولكن اكيد الاثنين خبطوا في بعض، بس يمكن هو خد الكره فيها شك، انا بقول فيها شك يعني. طبعا التحكيم هو اللي هينصفنا في الحكايه دي. تاني حاجه، انت لو بتلعب بالروح دي وبالسرعه دي ومفيش ميز باص كتير، انت الافضليه ليك، انت بتقدر تروح على الاطراف يمين وشمال وتعمل عرضيات، وعندك 300 حل وعندك 300 تغيير وعندك بس روح جديده في الملعب جنب الروح اللي هي موجوده الحقيقه. فانا مش قلقان يعني. اي حد النتيجه بتبقى 0-0 يقول لك احنا متاخرين في الشوط ده، الفرقه الثانيه معانا في الجيم. ما انت اي فرقه هتبقى معاك في الجيم الى ان تعلن صفاره التهديف. بالدنيا كلها بتتغير، اسلوبك انت حتى وثقتك في نفسك. والنهارده سوليا النهارده شاهد كم كوره اللي ما كانتش بتحصل، كذا كوره. كل الفرقه عندها وكل اللعيبه عندها فرصه للتصويب وبيفكروا في التصويب، وده حل من الحلول الكتير قوي النهارده. عايزين سبورت مع محمد شريف جوه ال 18، هو ده الحل للتهديف. طول ما هو واقف لوحده كده بيعمل الشكل الدفاعي والشكل الهجومي لوحده، لازم يحصل له سبورت، حد يخش جنبه في العمق جوه، بس مفيش اكتر من كده. كابتن اسامه، كابتن شريف تطرق لحته التكمله الهجوميه، عشان كده قالت خطوره على مرمى النادي المصري. يمكن يعني طوال الشوط يمكن ما شفناش غير هجمه او هجمتين، منهم واحده شريف شاطها فوق العارضه، كان محمود جاد بره مرماه. ايه اللي محتاجه الاهلي الشوط الثاني؟ محتاج اللي انت قلت عليه دلوقتي، اللي هو عايزين زياده عدديه داخل ال 18. برونو سافيو واخد الخط قوي، بيلعب على فترات بعيده قوي، ما بيخشش لجوه للداخل للعمق مثلا ويسدد، او يخش في تكملات عكسيه يمكن واحده ولا حاجه. حسين الشحات وهاني كانوا بادين كويس قوي، والجانب اليمين كان شغال كويس قوي في اول 10 دقائق ربع ساعه، وعاملين حركه وحيويه. علي معلول برضو بيبذل جهد كبير، لكن قفشه وبرونو سافيو وشريف مفروض الاداء يبقى احسن من كده، والزياده جوه ال 18 تبقى اكتر من كده، سواء من قفشه سواء من برونو سافيو. عمرو سوليه وديانج برضو في البدايه كانوا ماشيين كويس قوي، ولكن الاستحواذ ابتدى يروح مننا شويه، والمصري ابتدى اللعب بقى مفتوح بعد ربع ساعه كده ثلث ساعه، الهجمات بقت للمصري ولينا، المصري ولينا، يعني الماتش بقى رايح جاي. ولذلك جالهم برضو حوالي 3 كورنر، احنا جالنا 2 او 3 كورنر برضو، فالعمليه رايحه جايه. فاحنا عايزين الاول سيطره واستحواذ على نص الملعب من قفشه
وديانج وعمرو سوليه، ما يبقاش الماتش رايح جاي كده. الحاجه الثانيه الزياده العدديه من سافيو والشغل يبقى اكتر من كده، يعني لازم يبقى في حيويه ونشاط اكتر من كده من برونو سافيو. الجانب الثاني شغال اللي هو بتاع محمد هاني وحسين الشحات، واعتقد انه في الاول ممكن ما يعملش تغيير، لكن يعني مفروض مش اكتر من 10 دقايق واحمد عبد القادر لازم يكون له دور، وبعد كده شادي حسين، لانه مش حاسس بالضغط الهجومي الشديد للنادي الاهلي. يعني على الهجمات على استحياء وكل فترات بعيده، زي ما انت قلت احنا لينا كره شريف هي اللي واضحه قوي اللي خرج فيها محمود جاد وعش، وهم ليهم كره جريندو اللي الشناوي شالها بامتياز. فنتمنى الشوط الثاني يبقى افضل والكثافه على المرمى تبقى اكتر. سريعا كابتن عادل، رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول. طيب خليني اقول لك يا كابتن بس بسرعه كده ان البدايه كانت جيده من النادي الاهلي، بدايه جيده جدا، لكن المصري دخل في المباراه، دخل في المباراه بعد ما احتل او خد الكره الثانيه من النادي الاهلي. اللعب الطويل اللي المصري عمله والفجوه اللي عاملها متولي وياسر عاملين عمق دفاع كبير قوي مخلي الكره تبقى تتعمل وان تاتش. الحاجه الثانيه المهمه يجب على متولي وعلى ياسر وهم الكره شغاله في الهجمه بتاعتنا ما يتفرجوش عليها، لازم يخلوا بالهم من المهاجمين ويقف جنبهم لان هي بيلعبوا طويل وبعدين بينتبهوا للامر. المهم بقى بعد دخول المصري خلينا نتكلم على ايجابيات النادي الاهلي في الشوط الاولاني. كان حسين الشحات من ناحيه اليمين ومحمد هاني ناحيه الشمال، هي متعطله شويه بعلي معلول وسافيو. سافيو قافل على علي معلول قفله كبيره قوي، فعشان كده انا اتمنى الحاجات الحلول اللي هي ما تتاخرش. بدايه عبد القادر لازم يغير، لازم ينزل عبد القادر علشان يبقى عندك الموجه الثانيه من الهجمات، لان علي معلول ما اشتغلش كتير، فعبد القادر لما بيشتغل عبد القادر مع علي معلول هيعملوا جبهه قويه، لان علي معلول ما 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 يعني ما عملش حوالي 20% من امكانياته ولا لياقته البدنيه، فلما ينزل معاه عبد القادر مرتاح الاثنين هيعملوا جبهه قويه جدا، زائد الجبهه بتاعت محمد هاني والشحات. اما حته ديانج والسوليه لازم يبقوا ياسر ومتولي لازم يدفعهم لقدام شويه ويعملوا ما يعملوش العمق ده، لو عملوا العمق ده هيحصل مشكله عند النادي الاهلي لانهم بيعتمدوا على الكره الطويله. اما قفشه ومحمد شريف، شريف لازم يلعب بجنبه شويه ما يلعبش بظهره، شريف طول الوقت فيرويد بيلعب بظهره، لازم يبقى في جنب عشان ياخد المساحات الجيده. قفشه الوحيد اللي انا شايف ان هو ممكن يشتغل كويس جدا، هيشتغل بالدياجون الران من ناحيه اليمين والشمال، ممكن ياخد في الكور الثابته وبيعملها كتير، ممكن ياخد الكور المتحركه يروح وهيشتغل كويس. واول ما محمد اول ما قفشه يمسك الكوره لازم حسين الشحات يدخل على الراس حربه، او عبد القادر او سافيو لو كان موجود يخش على الراس حربه، ما يلعبوش اللعب النمط التقليدي اللي هو لبره وبعدين نخش الكوره تاني لجوه. لا، فرقه المصري عندها العمق الدفاعي بتاعها، لو انت رحت بسرعتك هتعرف تجيب جول واتنين. طيب كابتن بلال، رايك في الشوط الاول سريعا وحلول مستر كوير الشوط الثاني؟ الشوط الاول زي ما اتفقنا كابتن ايمن، يعني قلنا ان هو هيكون شوط صعب، المصري يحاول يقفل بشكل كبير ويلعب على الهجمات المرتده السريعه، بس الحقيقه انت ساعدته في ان هو يعمل هجمه مرتده جيده. ليه؟ يعني انت بتلعب فاتح الملعب مفتوح بشكل كبير جدا، عندك مساحات كبيره جدا، وهم عندهم سرعات بيعرفوا يستغلوها في الكرات زي ما اتفقنا كابتن ايمن، هو اللي بيحسب بالظبط ان هو بيقطع ويبتدي يلعب ورا الاثنين الباكين تمام عشان يبقى عنده مساحات يقدر يشتغل عليها ويستغل السرعات الموجوده في الـ في الـ في اللعيبه اللي عنده. فرقه المصري يعني بشكل كبير بتعتمد على اللعيب الاشول الجزائري دغموم مش كده؟ لعيب كويس، بلاي ميكر جيد، بيعرف يحط الكره تحت رجله، بيعرف يعني يحرك الفرقه، مهاراته جيده، بيلعب تحت ضغط خصم تحت ضغط بشكل كويس، وهو ده المحرك الرئيسي لفرقه المصري. احنا مشكلتنا في الماتش النهارده او الشوط الاول تحديدا ان احنا المسافات عرضي وطولي مش بعيده عن بعضها، فبالتالي هم بيلاقوا فرصه ان هم ينقلوا الكره لان هم قافلين المساحات بشكل كويس. هم تقريبا بيلعبوا يعني سبعه تحت خط الكره وثلاثه بيلعبوا في الحته اللي قدام، ما عندهمش مشكله خالص في يعني هم ما عندهمش مشكله في حته ان هو يدافع كويس جدا ويبتدي يلعب كره طويله. ما بيبنيش النهارده المصري هجمات، ولو بيحاول يبني
خد بالك انت بتضغط عليه بشكل كويس وبتقدر تستخلص الكوره، فما عندوش، فما بيفكرش في الحته دي تماما. هو كل اللي بيفكر فيه ازاي يلعب اللونج باس، وعلى فكره وناجح فيها برضه بشكل كويس، وعمل يمكن كوره او اثنين خطر في الحته دي. النادي الاهلي لازم يبقى بس فيه سرعه اكتر من كده شويه. ناحيه اليمين حسين الشحات ماشي بشكل كويس، بيستغل المهارات هو وهاني، وعاملين جبهه جيده. اقل شويه الناحيه الثانيه علي معلول وبرونو سافيو، برضه يعني لسه برونو سافيو محتاج يخش يدخل في الاجواء المباراه بشكل افضل من كده. كابتن شريف اتكلم على نقطه مهمه جدا الا وهي ارضيه الملعب. انت النهارده الارضيه صعبه جدا، الملعب واضح ان المطر مأثرة على اداء اللعيبه في الملعب. السيطره فعلا بالظبط، يعني مش عايز اقول مسرعه الكوره، بس مبطئه الكوره في نص الملعب ومسرعه الكوره في اخر الملعب، فانت الريتم الاداء مختلف. النهارده في نص الملعب في ميه كتير، فانت بتيجي تنقل الكوره ما بتتنقلش زي ما انت عايز. قدام لما الكوره بتنط الكرات الطوليه خلاص الكوره اسرع منك بشكل كبير. عشان كده محتاجين في الحاجات الطوليه ان الكوره تبقى في الرجل، يعني تتلعب على لعيب عشان يقدر يمسكها تحت رجله، زي ما عمل حسين الشحات في اكتر من كوره، زي ما اشتغل علي معلول من ناحيه الشمال في اكتر من كوره. التحركات بس بتاعه شريف مهم جدا انها تبقى على الجول اكتر من كده. انا مهم جدا النهارده تلعب اكتر من كروس عرضي، مهم جدا يا شريف تبقى متمركز في ال 18. النهارده مش جاي منك تلعب كوره، لان الملعب مش هيساعدك. صحيح. الملعب مش مساعدك انك تنقل وتباصي وتعمل الدبل باص وال1 2 وتروح، لا مش مساعدك. الملعب مساعدك في ان يبقى 2 على 1 وتعمل كره عرضيه. فهنبقى محتاجين كثافه عدديه داخل ال 18. مهم جدا السوليه يكون موجود داخل ال 18 في الكرات العرضيه. مهم جدا التكمله، ما اعرفش هل برونو سافيو مكمل، يعني احنا بنلعب على ان هو مكمل الشوط الثاني، مكمل في واحده بس كانت يعني اتحسبت عليه فاول. مهم جدا انه يكمل. شريف لازم يتمركز بشكل افضل من كده في ال 18، لان الماتش ده بتاع كره عرضيه. صح. تمام، يا اما كره سريعه بضغط، يا اما كره عرضيه. تمام. صح. يعني كره ثابته او كره عرضيه، هي دي اللي هتخلص ماتش زي كده. في تكتل دفاعي والملعب مش مساعدك. الشوط الثاني فرقه المصري اعتقد ان هي بدنيه هيقل شويه، هيبقى عندك فرصه انك تضغط بشكل كويس. اتمنى لو في تغييرات تبقى تغييرات سريعه، تغييرات هجوميه سريعه جدا، عشان تقدر انك تخش في الماتش في الشوط الثاني بشكل اسرع من كده ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز في الشوط الثاني. هنروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.